شفتي يا رسم اللي بيحصل في البلد اليومين دول؟ واحدة قتلت جوزها. مين شجرة الدر؟ إذا مين شجرة الدر؟ تعرفيش قصتها؟ لا. قصة كلها بدأت من أول ما عز الدين المقدوني راح يحارب ضد الحمص الليبية. فراح كانت الحمص الليبية دي كانت قيادة لبيس التاسع. اتقتل هناك. بعد ما اتقتل شجرة الدر قامت مخبية خبر موته ده خالص على الناس. كانت خايفة من تورانشان يتولى الحكم. بس هي قعدت تخبي وكل اللي هي كانت خايفه منه حصل، والخبر انتشر كل مع كل الناس وبدا تورون شاي تطلع الحكم تاني. ايه ده يا جماعه؟ يعني كان في زي حاجه كده اول مش بالمنظر ده؟ اه يا بنتي من زمان قوي. ما تسيبوا نشوف ايش الناس. اوعى تكون ناس لنفسك يا حبيبي، انا ولا متجوزك علشان مالك ولا جمالك ولا جاهك حتى. انا مش ناس نفسك. انا ايه؟ كويس انك عايز نعمك كويس. انا متجوزك عشان افضل سلطانة مصر. مالك نرفوزة ليه النهاردة؟ خذ الامور بسلاسة يا شجرة الدر. ولما اقدرك كلمة على قدك. سنبولة مولاتي، لازم نحط نهاية للموضوع ده. أيبك لازم يتقتل النهاردة، مفهوم؟ ياسيني اكسري الحلم فينا، فرحنا بيموت في لحظة حزينة. كلب صح، ما كانش يستاهل الا كده. اكسري الحلم فينا كارك اليوم يا شجرة الدر. عايزة مني ايه؟ هقتلك. عايزة مني ايه؟ هدي الحاجة الحلوة اللي في حياتنا. لازم تموتي. ما كانش يومي كده يا ولاد. نعم كنت ولاية مفترية ما بتفطرنيش، بس مش مشكلة. تولى علي الحكم وعنده 15 سنة، وعملت له لؤلؤة طبق أم علي ووزعته على الشعب. وبعدها كان المغول داخلين على مصر، فعزى القطز علي وتولى الحكم. بعدها راح لمحاربة المغول مع بيبرز. الحق يا مولاي تهمني المغول دخل علي وجينا على مصر. ايه ونعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اجري بالحوار ولا اعمل ايه؟ طب قولي ايه هو؟ قولي ايه هو الصح؟ حلو على هيك.
وبدأ بيبرز ان هو يبني المسجد بتاعه. مسجد الظاهر بيبرز مبني على طريقة الهايبو ستايل، بس هو كان بيفقد حاجات كتيرة من اللي بتكون موجودة في المساجد زي المأذنة والسقف وأغلبية الحاجات اللي بتزينه. المسجد عنده 3 مداخل بارزة بأقواس مدببة، وبرضه كانت بتدعم القبة، وكانت الفكرة ديت أول مرة تطبق في مصر أصلا. وكانت الشبابيك مدببة وكان محفور تحتها بالخط الكوفي زي ما في مسجد الأقمر. بعدها في الحملة الفرنسية استخدموا المسجد بتاع بيبرز زي محطة للجنود الفرنسية، وفي وقت حكم محمد علي استخدموه كمصنع للصابون، وبعد كده استعملوه كمذبح في الاستعمار البريطاني. واخيرا في 2007 كانت اول محاولة ان هم يرمموه من الحكومة الكازاخستانية وفشلت في 2011. ودي القصة الحزينة بتاعت مسجد الظاهر بيبرز.